وعرض علينا موقع مميز في العاصمة الإدارية في سنة 2018 مواجه للبرج الأيقوني قبل بناء البرج الأيقوني. لما درسنا الماستر بلان بتاع العاصمة الإدارية عموما ومنطقة السي بي دي خصوصا اللي قام بإعداده أكبر المكاتب المعمارية في العالم SOM، اللي SOM هو نفس المكتب اللي قام بتصميم برج خليفة، ونفس المكتب اللي قام بتصميم DIFC، هو المكتب اللي قام بتصميم أعلى 7 أبراج من أعلى 10 أبراج في العالم. لو أنا ببني مبنى إداري يبقى أنا في مركز المال والأعمال اللي هو الأقرب في دبي لحاجة اسمها DIFC دبي تنش فانشال سنتر. فلقيت نموذج حي قدامي موجود في حاجة اسمها CBD سنترال بيزنس ديستريكت، مركز المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة. بعد 10 سنين هيكون شكلها إيه؟ اللي أنا شايفه النهاردة في DIFC، واللي أنا شارك تصميم العديد من مباني DIFC. ومن هنا اغتنمت الفرصة دي ودعيت مجموعة من الشركاء أن يشاركونا في هذا المشروع، مجموعة من الزملاء والشركاء.